مكان بتروحه ومع كل ظهور ليها دايما في حالة من الجدل، مش بس بسبب آرائها ولكن لجمالها ولأنها بتعتبر نفسها ست دلوعة. لكن ده ما ينفيش إنها ذكية جدا ومتمردة لأقصى درجة وعارفة كويس حدود موهبتها، وهي النهاردة هنا علشان تقول لنا أنا هيفاء وهبي. مساء الخير. مساء الخير، زي صحتك؟ الحمد لله. مساء طيبة. هنبدأ بالمستوى الأول، الاحتياجات الأساسية، الأكل والشرب والنوم. بتنامي كويس؟ كتير. كم ساعة في اليوم؟ 10، يعني المينيموم هما 8 بس ممكن أسحب 10 إذا ما عندي كتير شغل بكفي نوم. بحب النوم كتير، يعني أنا النوم بيشكل لي متعة، متعة ما بعدها متعة. ولا بتبقي خايفة على بشرتك وخايفة على ابدا صحتك؟ من النوع اللي بينعس وما بيشبعش من النوم بسرعه، يعني انا اول ما اصحى من النوم بتعملي ايه بقى؟ كسوله شويه اول الصحيان، يعني بتعملي ايه؟ بتحايل شويه على الوقت، انا شويه تانيين. لا اشرحي لي، انا عايز اعرف تصحي من النوم دلوقتي بتعملي ايه؟ طقوس يعني؟ طقوسك ايه؟ اول شيء لازم اقعد نص ساعه بتختي عم بشرب نسكافيه صراحه. والشيء الوحيد اللي ممكن يحرمني من هالعادة انه ابقى صحية متأخر، عندي موعد مثلا ضروري او عندي طيارة بكير لازم اقوم، فبتحرم من المتعة دي. بس انا بالنسبة لي ان انا اصحى واقعد في سريري اشرب نسكافيه ده نص ساعة. نسكافيه نص ساعة بالعدد بيكون برد، بكون شربته. ساعات تحلمي احلام كده ممكن تصحي الصبح تفكري يا ترى الحلم ده معناها ايه؟ اي انا بحلم شوي. انا بحلم. بتاكلي كويس؟ ايه. بتاكلي كم مره في اليوم؟ 3 مرات ده غير البونبونش والحاجات، يعني اللي في العربيه وفي الطياره. بتغير بونبون؟ بحب البونبون كتير يعني، وبحب حاجه اللي فيها سكر. كان ساعات تخلي بالك في الاكل تقولي بقى انا عايزه ابقى دايما يعني اراعي وزني وطولي وان يكون في توازن وشكلي وحاجات زي كده، ولا ممكن تاكلي اكل من غير ما تحسبي؟ لا بحسب مع الوقت، ما بقاش بحسب، ما بقتش يعني حسابات، بقت عاده انه انا ما باكل الاكل الثقيل لانه ممكن يضيق لي معدتي، وممكن لانه نحن شغلنا كله على التلفزيون، التلفزيون بيتخن. اول تجربه مرضيه مرتي بيها كان عندك كم سنه؟ 9 سنين. تجربة مرضية هذه بال 85 تقريبا، 1985. أنت مواليد 76؟ نعم. كنت أنا وصغيرة باكل كثير، كانت ماما لو أنا عيانة ما تحسش إن أنا عيانة من حاجة، لأني ببقى يعني ملتهية بالأكل، باكل. أنا الصبح باكل أكل يعني من أنا وصغيرة، هذا زمان لما كنت صغيرة، فكنت تخطوخة. في يوم اثنين انا بتذكرته، يوم تنين قمت الصبح لازم اروح على المدرسه، لقيت ماما عم اقول لها اي، فقالت لي ماما مش عايزه تفطري، مش عايزه تفطري يعني يروح الاي، يروح الوجع بالنسبه لي. قلت لها لا مش عايزه افطر. قال طب مالك تحبي تروحي، هي بتمتحني، تحبي تروحي دكتور ولا الصيدليه؟ رحت قلت لها لا اروح مستشفى. ففهمت انا كان عندي وجع، يعني طفل عمري 9 سنين ما اعرفش اوصفه، ما عمري ما ذقته قبل كده ولا لغايه دلوقتي الحمد لله. نقلوني على المستشفى وطلع انه عندي التهاب في البنكرياس، وبيحصل للاطفال 1 بالمليون، هو مش مرض للاطفال يعني ما بيصيبش الاطفال. وقعدت 3 شهور في المستشفى وعملت، والحمد لله كنت على ايد حكماء شاطرين كتير. تدي نفسك كام من 20 يا هيفا في تحقيق الاحتياجات الاساسيه في حياتك، الاكل والشرب والنوم؟ كتر خير الله بدي نفسي 20. 20 من 20؟ لانه فبنعمه ربك فحدث. طيب هنروح للمستوى الثاني، تحقيق الامان في حياتك. هل وجود ماما في حياتك مصدر امان ليكي؟ هو اساس الامان، امي. وبقول لها ربي خلي لي اياكي يا امي ان شاء الله يا رب، لانه هي الانسان اللي تعلمت منه كل شيء بحياتي، تعلمت تكون قد حالي وقد المسؤوليه، وتعلمت تكون عصاميه ما اتكل على حدا ابدا، وتعلمت اني اذا عندي هدف بحياتي او طموح
ما استسلم. هل فكرت كده لا قدر الله حصل لها حاجه؟ لا سمح الله، انا ما بدأت خير حالي ابدا حياتنا بدونها، لا انا ولا اخواتي. الحياه في لبنان في فتره الحرب هل اديتك احساس بعدم الامان؟ نحن كنا صغار يعني وخلقنا بفتره الحرب، فعدم الامان ما كناش بنحس بيه قوي كاطفال، لانه كل حاجه عندنا كانت فيها مرح. يعني حتى لو نزلنا على الملجأ نتخبى من القصف تلاقينا اطفال بنلعب، مش حاسين يعني بالكبار بيحسوا ايه. تدي نفسك كام من 20 بقى في تحقيق الامان في حياتك؟ كام من 20؟ 11. 11 من 20. نترك شوي. انت ايه اللي بيعجبك في الرجاله؟ بعد الفاصل هنشوف هيفاء وهبي ايه اللي بيعجبك في الرجاله. فاصل ونعود.